مصيبة يا أمو مصيبة. سعاد مالها بغرفتها وفستان العرس لساته على السرير والملاية والغراض مو بالغرفة، يعني سعاد هربانة يا أمو. لك شو عم تحكي أنتِ؟ قولي على هالفضيحة اللي إلها أول وما لها آخر. كله منك، طول الوقت وهي عم تقول لك ما بدها يا ما بدها يا، وأنتِ كان كل همك المصاري، شو في هلا النتيجة؟ خرازي هلا أنتِ خليني أعرف فكر. أنتِ اللي حتنقذينا من هالورطة. اسمعيني شو بدي قلك وبتنفذي بالحرف الواحد، ولا تخافي ولا تترددي. ولك الليل من وشي يا غشاشين انت وامك. ولك انا ما كان بدي اياكي، ولك انا دفعت مهر غالي كثير كرمال سعاد مو كرمالك انت. ومين قال لك اني انا مبسوطه بهذا الشيء؟ بس ما كان عندي حل تاني حتى داري على الفضيحة. هي فضيحة؟ ليش؟ ليش سعاد هربت؟ سعاد هربت، هربت منك لأن ما عاد بدها إياك وما بدها هالجوازة كلها، وكانت طول الوقت عم تزن على أمي إنه ما بدها إياك، بس أمي ما كانت ترد. ولك هي النتيجة، أنا هون لأن ما عندي حل تاني مشان ما ننفضح قدام الناس. يعني أنتِ ضحيتي بحالك كرمال أختك وأمك. سعاد ما كان بدها يعني؟ لا ما بدها إياك. وانتي بدك يعني؟ انا مو فارق معي، المهم ما ننفضح بالحارة. بتعرفي ولك يا عبير، بالبداية سحرني جمال اختك سعاد، وقلت بدي جيبها لو شو ما كلفتني القصة. انغريت، جمالها دلع بغنجة، قلت لحالي بدي احط اللي فوقي واللي تحتي مشان تكون مرتي. بس لما جيتي انتي شفت قلبك الابيض ودريت بالتضحية اللي عملتيها كرمال أمك وأختك، كبرتي بعيني، كبرتي بعيني وسكرتي على كل نسوان هالأرض، وحياة عيونك ما عاد شوف، ما عاد شوف ولا مرة بهالدنيا غيرك. بعدين طلعي على حالتي قبل بسنة، كيف كنت وكيف صرت. الله يجبر بخاطرك يا حبيبتي. وأنا كمان بالأول اتجوزتك لحتى صلح غلطة لأختي، وشوي شوي لقيت حالي عم صلح أغلاطك أنت كمان. تحديت حالي وقدرت، وهلأ أنت صرت حبيبي وروحي وتاج راسي. لك الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك يا رب. ويخلي لي إياك. لك كيف هيك انت بتختفي يوم عرسك؟ بتتركينا انا واختك بلسانات العالم اللي ما بترحم؟ لو ما عرفت انك انت سافرتي لعند اخوك حازم كانت الناس اكلت وشنا. قلت لك الف مره ما بدي اياه، انت اصريتي انا ما بساوي شيء انا ما بدي اياه. امي بعدين عرفت انك زوجتي لعبير. يا حرام عليكي بس يا امي، شو عملتي بالبنت؟ كيف قضيتي عليها هيك؟ ومين قال لك هالحكي؟ اختك عايشه احلى عيشه، قدرت تتغير لجوزها وعملته مثل الخاتم بإصبعتها، التزم ببيته وبشغله ومعيشها عيشة الأميرات. وكله ليش؟ لأنه راحت لعنده بنية صافية مشان تخلصنا من فضيحتك اللي عملتيها فينا. الله يسود وشك. قلتي لي معيشها مثل الأميرات؟
يا رب البيت لك احتميت. لا اله الا الله. كيفك يا معلم شاكر؟ سعاد، شو امتى جيتي من عند اخوكي؟ والله عبير رح تنبسط بشوفتك هلا. شيلنا هلا من سيرة عبير. عرفت انك عملت العمايل وقت هربت منه. انا؟ مين قال لك هذا الكلام؟ بعدين هذا الموضوع نسيته من زمان. نسيته؟ انت ما بتقدر تنساني. لانك كنت بتحبني كثير وبدك اياني. والله اختك عبير مو بس نسيتني اياه. نسيتني اياه ونسيتني اياكي ونسيتني نسوان الارض كلياتهم. بس انا بدي الزمن يرجع لورا. بدي يكون انا بدل عبير. بعدين كل هاد عملته الست عبير. كيف لو انا كنت بدالها شو كنت قدرت اعمل فيه؟ ايه؟ شو علي؟ منرجع الزمن لورا، بس برأيي هلا تفوتي لعنا على البيت وتسلمي على اختك وبعدين منتفاهم. ماشي؟ ماشي ماشي. شرفي. يعني بدك تطلقني وتتجوزها لسعاد؟ والله هيك اختك بدها. طبيعي حبيبتي، لازم المي ترجع لمجاريها. شاكر كان بيحبني من الاول وبده ياني الي انا. انتي فتي على الخط واخدتي مني لاني انا هربت. اما هلا شحني رجعت بقى لازم يعني يرجع لي الي. بس في شي نسيتيه يا سعاد. انتي لما هربتي ما فكرتي غير بحالك، واختك لما تجوزتني فكرت بالكل الا بحالها. كانت خايفه على شرف عيلتكم، كانت خايفه على الكل من الفضيحه. انت اللي فتي على الخط. انا مستحيل خونة لاختك لانه نحن منحب بعض. بس انت شو؟ انا لولا اختك ما كنت توازنت، ما كنت شفتيني هيك. انا صرت رجال بحق وحقيق من ورا هاي المرأة. بس انت شو؟ انت من ورا غرورك وكبر راسك ظنيتي انه كل شيء بيجي لتحت رجليكي. مشان هيك اجيتي لعندي وطلبتي مني اني طلق اختك ونجوزك انت. ولك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم شو طلعتي واطيه وحقيره. كل مره عم انصدم فيكي صدمه اكبر من اللي قبلها. نلعي من بيتي ولا عاد تورجيلي وشك. ايه اختي امريني؟ قولي على قامتي شافنا اخي؟ انا لمحته وهزلي براسه. شو شافنا ما شافنا؟ لا تكوني عم تحلمي. لك لا، شو عم بحلم وعم بتخيل؟ عم قلك انا شفته مارق وهزلي براسه انه انا بأرجيكي. لك يا اختي كيف اخوكي بشوفك بنص الشارع مع زلمه غريب ويتركك هيك ويمشي؟ لك انت لسه ما بتعرفه لاخي سعيد، لقيمه حقود كثير، والله بس ارجع على البيت لحتى يقيم قيامتي. هو ما بيحب الفضايح، بيشتغل على الساكت. خلص طيب اهدي 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 رؤي، انا رح اروح لعنده واشرح له كل شيء. لك لا، شو تروح لعنده؟ والله لحتى يفصل راسي عن جسمي. خلص اختي اهدي اهدي، رح قال له انه انا شفتك واقفه هيك متلبكه وكنت دايخه، وهو سالتك بس شو الشبكه. بس قولي لي هلا انت شو بدك مني؟ ايه
خلص اخي هلا روح بعدين بنحكي، خلينا نخلص من هالمصيبه بالاول. ماشي خلص روحي اختي روحي انا بحل القصه روحي. ليك لك مؤيد، بعد القصه اللي شفتها بعيوني قعدت هيك بيني وبين حالي، والله ما عرفت انا شلون مراتها بصراحه. لو واحد غيرها كنت شخدته سكين بنص بطنه. اخي سعيد القصه يعني فيها اشكاليه صغيره، المحروسه اختها. ليك مؤيد، انت يا اخوي الزعيم، بتعرف شو يعني يا اخوي الزعيم؟ يعني بتفهم بالاصول وبالعادات. اللي بده الحلال بفوت من الباب، ما بيفوت من الشباك. ايوه اي بس الله وكيلك ما في شيء، يعني ما في شيء من هذا الكلام. ايوه هلا فهمت عليك، انت عم تتهرب من الموضوع، لا تكون عم تضحك على اختي لك مؤيد. لك اخي عم اقول لك ما في شيء بيني وبين اختك، وانا مو بوقت الزواج بنوب. ليك ولا اوعك تفكر حالك انك اخو للزعيم، ما تخوفني. أنا بشتغل هون محل عطار، ما بشتغل عطار، بشتغل أزعر. يعني بقعد هون بحرس المحل بس أنا أزعر ابن أزعر. بدفنك بأرضك هون ها، اليوم اليوم بتروح لعند أخوك الزعيم وبتجي بطلب أختي، بطلب أختي على سنة الله ورسوله، وغير هيك ما عندي ها. أوعك أنا ما حزرت، ما حزرت بنوب، واللي بيطلع بإيدك ساوي برجلك، فهمت؟ ايه منشوف يا اخو الزعيم منشوف. والله ماني عارفان شو بدي اقول لك يا زعيم، انا بحبك وبحترمك كثير، بس اذا كان اخوك اخو للزعيم معناته بيتعدى على اعراض العالم. لا هي مو مقبوله منوب، مو مقبوله، مو مقبوله منوب. الله وكيلك، الله وكيلك، لو ما بعزك وبحترمك وبحبك كنت خلعته سكينتين بمعدته وفتحت له اياها. مؤيد والله ما عم صدق، معقوله مؤيد يعمل هيك عملي؟ انا شفته بعيوني زعيم، بعيوني هدول اللي بده ياكلهم الدود. لا حول ولا قوه الا بالله، ايش كان بده اياها يجي يطلبها على سنه الله ورسوله، ساعتها يشوفها قد ما بده. نحن من ايدك هي ايدك هي زعيم، شو بدك عمل؟ موضوع عندك يعني، انت سقطت شام وقبضاي ما بيهون عليك فيه، وانا ماني قد حكي العالم، الله وكيلك ببخشولي بدني زعيم. خلاص سعيد خلاص ولا يهمك. انا راح شوفه لابو اياد وحاسبه، والمسا راح اجي انا والشيخ ونطلب ايد المستوره اختك. بس هذا اللي صار بضل بيناتنا، احسن الي ولك. الله يخلينا اياك يا زعيم. الله يخلينا اياك ويطول بعمرك، اقسم بالله العظيم انه انت ما في ارجل منك بالحاره كلها. زعيم ابن زعيم. هاتي البشاره اختي، هاتي البشاره. احكي لي اخي شو في؟ اليوم المسا جاي الزعيم والشيخ واخوه الزعيم، جايين يطلبوا ايدك على سنه الله ورسوله. يعني انت رح تصهري للزعيم. انا سعيد. سعيد رح صاهره للزعيم هيك خبط لزق. ان شاء الله خير اخي ان شاء الله، بس والله مالي عرفانه افرح ولا ازعل، حاسه بالقهر وبالذل. انو قهر وانو ذل، هاد كله بده يروح. رح صاهري الزعيم، يعني مناخيرك رح تصير بالسما. هدي اختي هدي، وحدي الله وحدي الله وفرحي. قومي قومي صار لنا كاسة شاي وقومي. اي على عين. لك انت جنيت؟ شلون بتعمل هيك مع بنات الناس؟ انت ما عاد عرفت بالاصول بنوب ولا؟ لك يا اخي والله ما سويت شيء، انا البنت ما بعرفها ولا بتعرفني. بعتت وراي قال في موضوع خطير وضروري لازم تهليها، رحت لعندها. أول ما وصلت لعندها صارت تتولول وتقول أخي شافنا أخي شافنا، هذا اللي صار أخي. ليش لتعمل هيك البنت يعني؟ في بنت بتفضح حالها بحالها. أخي أنا أول ما رحت لعند أخوها دغري قال لي بدك تتجوزها لأختي. تصور أخي أنا بدي أتجوز وحدة فقيرة وتعيسة، تخيل. تعذب يا ولد، الفقر مو عيب،
بس العيب يكونوا عم يكذبوا لحتى يلبسوك القصة ويجوزوك البنت بالإشباري. وشو العمل أخي؟ المسا رايح أنا والشيخ لعنده، وقبل ما أخطبها رح أحاول أفهم شو الموضوع. يعني شو بدك تساوي؟ كل شيء بوقته حلو. مثل ما بدك أخي، مثل ما بدك. شو شيخي؟ ليش بدك يعني احلف على القرآن يمين؟ اه؟ زعيم؟ والله بعرفك قبضاي وزقرتي وكلمتك كلمة ما بتتغير، على أساس الموضوع يضل بيني وبينك بس. مظبوط. بس أخي أبو إياد نكر كل شيء وقال إنه أختكم هي اللي طلبت تشوفه. وأنا بدي أتأكد من القصة كلها قبل ما أقبلي لمؤيد بأختكم. هلا صارت جوازة أخوك من أختي، بلوة لا زعيم، هي ما ببلى منه. يا ابني يا سعيد، الزعيم عم يقول انه اخوه ما له علاقه باللي صار، والمحروسه هي اختك وحضرتك عم تقولوا انه مؤيد الله يصلحه كان معشمها بالزواج وعم يقابلها بسر. مظبوط. هذا الحكي مو منيح لا بحقكم ولا بحق الزعيم واخوه، لذلك بدكم انتوا اثنين تحلفوا على المصحف مشان يبين الساده من الكاذب. ما بدها، ما بتقدر يحكوا فيها بيني انه انا الساده، بس هذا الزعيم واخوك بارية الحارة، اما نحن الفقراء الدراويش رايحة علينا، ما حدا بيصدقنا. معناتها بدك تحلف على المصحف الشريف. شوف يا سعيد، حابب ذكرك انه الحلفان على القرآن الكريم مو لعبة، والحلفان مسؤولية كبيرة، فإذا مالك واثق من حالك لا تحلف يا سعيد، لا تحلف. لأنه عم يكذب؟ أنا بحكي لك كل شيء يا زعيم. من وقت يلي كنا صغار قرر القدر يحرمنا من ابنا وأبونا ونعيش طول عمرنا أيتام. من وقت بلش أخي يحفر بالصخر لحتى يشيلني ويشيل حاله، أنا وأخي عايشين من قلة الموت يا زعيم. الفقر أكلنا والحاجة كل يوم بتزلنا، ولأنه ما معنا مصاري نلبس ونصرف مثل كل هالعباد، الكل صار يشوفنا مو من مستوى، ما حدا بيدق بابنا ولا ضيف بفوت على بيتنا. لهيك قررنا أنا وأخي نعيش نقب على وش الدنيا، تصير الناس تحسب لنا حساب. طلعت الفكرة براسنا ونفذناها، كان الضحية أخوك مؤية. بعرف إني رفعت أحلامي للسما وإني أصغر بكتير من إنه يخطبني أخوك، لهيك أنا عم أعترف لك بكل شي يا زعيم، وقدام الكل أخوك مؤية بريء، أنتو كلكم بريئين بس أنا وأخي المذنبين. لا يا بنتي لا، أنت بنتنا كلنا، وأنت عرضنا وشرفنا، وأنا ما رح لاقي أحسن منك يا أخي المؤيد. الله يرحم أهليك، نحن كلنا قصرنا معكم وحقكم على رأسنا من فوق، وبوجود الحاضرين أنا حابب أخطبك لأخي المؤيد، وإن الشرف فيكم. انت يا حليمة بنت أصل، بنت أصل وكتير، وما رضيتي على أخوك يحلف كذب. الله يديمك يا زعيم، انت كبير وكل همك كبير، وانا صغير وكل همي صغير. Thank you.
حسين، تفضل تفضل. لك عليك سمير. تفضل تفضل فوق. ليش بتضلك ضاري بوز انت؟ افردها فوت لجوا فوت. جميل، نحن اخذنا الدكانه لنشتغل فيها ونسترزق، مو لتضل مسكره لاخر النهار. لك الله وكيلك، لو رحت امبارح معي على السهره كنت عذرتني، ليش ما فتحت الدكان؟ جميل، انا ما بسهر بنوب الا ما يجي يوم وتحب السهر. طمن بالك، القهوه صارت جاهزه جميل بيك. حطيها 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 وروح على السريع. يلا جاي لشغلك. شو بدك تضلك يعني فوت؟ شو بدنا نفردها بقى؟ فوت فوت. لك فوت حاج دلال، فوت لك هاشم. لك مين هي الطيرة ولك جميل؟ هي مو طيرة، هي بنته لابو حدو العتالي اللي مستأجر بيتي. هي مو عزاز طالعته؟ لا، كنت بدي طالعه. بس لما قبلت هي المسؤولة تجي لعندي لهون على البيت كل يوم وتخدمني، قلت لحالي بطلع راس براس. ايوه، يعني هي الحلوة كل يوم بتجي لعندها. عبدي عم يقول لك المخلوقة مستورة وعم تصرف على أهلها، يعني ما لقت لعبة. روّي شو حكينا؟ هلا انت ان شاء الله كل ما بدكم تجي لعندي لهون على البيت بدكم تتخانقوا، بدكم تتخانقوا عندي لبعد تجتمعوا. اخي لا بدنا نتخانق ولا شيء، من بعد اذنك انا هاي بقضي حاجة. قوم خود راحتك قوم. شو بنا هاشم؟ كل ما بتشوفه بدك تتشاكل معه، اخي هذا هيك عاداته. انا رايح. طيب بقى بتروح، لسا القهوة ما شربناها وحد الله. هلا بشرفك بدك تضلك زعلان، لأنه هذا حمدي صاحبي. لك يا حبيبي يا هاشم، أنت قبضاي وزقرت، أنت صاحبي وشريكي وحبيبي وبنات. وحدي رفيقي، أنت حبيبي القبضاي وهو حبيبي الأزعاج. بدك تتحمل هذا الموضوع، ما لازم تضلك زعلان. جميل الله يخليك يفهمني، أنا هذا البني آدم ما بطيقه، يا أخي أنت على عيني وراسي، بس هذا البني آدم أنا ما بقدر أتحمله. حرام هدول الأمتين. وين جميل بيك؟ أنت لا تتحمله، تحملني أنت. يا باطل! مالك على بعضك؟ لا يا مو، لا لا انا منيحه. حدا مضايقك بالشغل لك بنتي؟ لا يا بي، لا لا كل شيء تمام. خليكم قاعدين خليكم قاعدين، انا بفتح. يلا يلا. مو مضبوط هالحكي يا سيدي. يعني انتي ما سرقتي لحمدي هو نايم؟ والله يا سيدي ما سرقت، والله ما مديت ايدي على شيء، هذا واحد كذاب. ولك بنتي الكذابة، سيدي انا كان في بجيبتي 20 دهبة، بدي اياهم على دوز بارا وهذا حقي عندك مؤاخذة. والله يا سيدي اقسم لك بالله انا ما سرقت شيء، هذا واحد كذاب عم يعمل هيك مشان يغطي على عملته السوداء. عملت شو؟ شو عملت شو ما عملت شو سيدنا؟ هدول الناس هيك بيتمسكنوا ليتمكنوا، وشو بيطلعوا بالعالي. حقي بدي يا سيدي، وانا داخل على الله عليك سيدنا، لحينا ولفتينا الله وكيلك. يا ابني عمك سيدي خدوها. لا سيدي والله لازم روح، والله لا يسامحك، الله يسامحك يا حقي. ماشي، نحن رح نكمل تحقيق من خبره شو بيصير معنا. الله يخلينا الحكم. الله معك. اخ اخ، لك يا ريتني متت ولا شفت اليوم الاسود هذا. عيد الشر عن قلبك، طول بالك يا رجال،
هلا بيتاكدوا انه بنتنا بريئه وما عليها شيء وبيطلعوها من الكركون. لك يا ريت تطلع روحي اخلص من الحياه بقى. استغفر ربك يا رجال. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اخ اخ شو جميلتك تضل ساكت؟ طيب هنن كلمتين وما في غيره. انا وياك بنعرف هذا الواطي شو عمل، فانا بدي روح على الكركون اشهد عليه انه هذا الواطي كذاب وانت بدك تشهد معي. يا اما عليم الله ما عاد يندار لساني على لسانك بالشراكه بلاها. شبك هالشيء؟ انت صاحبي وحبيبي وانت زقرت وقبضاي وانا اللي قلت لك خلعه وقتله، بس كمان حمدي صاحبي، يعني انا عم دوزن الامور، ما بدي لا ضرك ولا ضره. جميل، هذا الزغبي ما اسمه صاحب، هذا وسخه. شو قلت؟ بدك تروح معي ولا لا؟ الحكي اللي سمعته كله كذب كذب سيدنا. سكر حلقك بلا ما اكسر لك الواجهه. انت اللي مسكر حلقك. استوي وياه. جميل، احكي لي انت الحقيقه. احكي لك كلمه جميل، اللي حكاها هاشم مضبوط يا حضره الوزن. ماشي جميل، انت شو عم تحكي؟ انا صاحبك. لما حمدي حاول يتعدى على الأميرة هاشم لقطه وخلع وقتله، منشان هيك طلع بس السرقة. هيك لكان. اسمعي يا أختي، أنت هلأ فيكي تشتكي عليه. سيدي أنا ما بدي شيء، أنا بس بدي ملبق يقرب علي ويعمل تعهد مشان ما يتعرض لي أبداً. شو يا حمدي؟ بتكتب تعهد ما عاد تتعرض له؟ يا سيدي أنا اللي مكتوب. يا ابني عمرك سيدي زيك تشوف. كتبوا تعهد أشوف. مكتوب أنا الموقع زيلان حمدي الجلخ. عمي أنا قصرت بحقك، كان لازم أجي زورك من زمان، بس الله وكيلك مشاغل الحياة ما بتخلي وقت لشيء. ولا يهمك عمي ولا يهمك، جيتك هلا بتكفيني. بصراحة أنا جاي بطلب وبتمنى ما تردني. خير يا ابني، هيني شو بدك؟ بدي أطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله. والله يا ابني أنا بتشرف فيك، بس يعني لازم ناخذ رأي البنت بالأول. ما هي يا عمي شو عليه عداك لعيب؟ يا بنتي يا أميرة. ايه يا ابي. هاشم طلب ايدك على سنة الله ورسوله، بقى شو قلتي؟ موافقة؟ يا ابي إذا أنت موافق أنا موافقة. ايه على خير الله. شوف يا ابني، نحن أعطيناك إذا رب العالمين عطاك. ونعم بالله، نقرا الفاتحة عمي. ايه توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم مبروك يا ابني. الله يبارك في عمرك. صبحك بأنوار النبي يا زعيم. أهلين أبو لطفي. شرفوا سيدي شرفوا. إن شاء الله صحة صحة وهنا يا زعيم. زعيم خير؟ شايفك منك على بعضك. مشاغل الدنيا وهموم فوق هموم. زعيم ده الا ما تفرج الا ما تتلحلح. شوف زعيم، هلا نحن وقت اللي بنشوف هالشمس طالعه وعم تضوي على البشر وعم تدفي هالبشر، معناتها الدنيا بألف خير. زعيم وقت اللي بنشوف الناس رايحه جاي عم تشتغل وعم تطعمي عيالها، كمان الدنيا بتكون بألف خير. بعدين يا زعيم الحمد لله صحتك ممتازه
وصحة عيالك ممتازة، من شو الخوف يا زعيم؟ بتفرج لحلحة زعيم، لحلحة صغرة بتصغر. ايوه لك، انا بس بدي افهم، انت منين بتجيب التفاؤل ها؟ مع انك اندبوري حقك فرنق مسطي. مظبوط مظبوط زعيم، انا اندبوري وحقي مو فرنق، نص فرنق مصدي، بس عندي قناعه، عايش مثل الملك زعيم. ايوه بس لا تنسى اليوم عندك عتالي الله مولاها، بدك تنقل السجاد اللي بالدكان كلياته على المستودع ولحاله، لانه حده مشغول بشي تاني. ايش عليه زعيم؟ طالما الصحة موجودة بعت لك اللي بدك اياه. كمان في شيء تاني. خير زعيم احكي. هالشهر ما رح اقدر ادفع لك الكري تبعها لانه ما في سيولة مادية معي. شو عليه شو عليه زعيم؟ الله الله بيعوضني، المهم تكون مرتاح زعيم. لك فهمنا، منين بدك تجيب الطعم للعيال تبعك؟ لا يا زعيم، الله الله بيرزقني ما بينساني. لك فهمنا، الله ما بينسى. لو عم تشتغل شغلة تانية منقول ايه، بس انت ما عم تشتغل اي شغلة 24 ساعة قاعد عندي، منين بدك تجيب الطعم لولادك؟ اسمعني زعيم اسمعني، دائما بني ادم لازم يعتمد برزقه على رب العالمين، ما يعتمد على العبد، العبد ما بيفيده شيء. دستور من خاطرك اسعد الوراق، رون اللي من وشي، رون اللي من وشي. يسلم دراسك يا زعيم. السلام عليكم. يخرب بيتك من قامتك، ليكون ولي وانا ماني عارفاه. كل شي وارد. شبك يا زعيم؟ حاسك حايص لايص، شو قصتك؟ شو اللي شاغل بالك؟ لك اللي شاغلني شغيلي ابو لطفي، لك رح يجنني، رح يطقلي عقلي من فوق، مش جاكر منه كتير. ابو لطفي هذا الدرويش شاغل لك بالك؟ معقول يا زعيم؟ لك ايه معقول، لك تصور انا زعيم وصاحلي كل شي وشاغلني ابو لطفي. يعني الحقيقة ما عم بفهم عليك، شو قصدك يا زعيم؟ لك قصدي انه هذا ابو لطفي الاندبوري يلي بيسوى فرنق مصدي، يلي اذا طعم اولاده اليوم ما بيقدر يطعميهم تاني يوم، بتلاقي الضحكة ها شبر بوشه على مدار ال 24 ساعة، وانا يلي معي كل شيء، عندي الجاه وعندي السلطة وعندي المال، بتلاقي الهم راكبني ركب لفوق راسي. طيب شو رأيك يا زعيم بيلي بيعطيك خطة تمتحن فيها أبو لطفي، ورح تكتشف إنه مثله مثل غيره، بس في ناس عنده شي تخاف عليه وفي ناس ما عنده. إيدي بزنارة. تكرم عينك، قرب علي. يا أم لطفي، أم لطفي، لك يا أم لطفي. أيوة كنز 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 يا أم لطفي، 100 ذهبة لقيتهم قدام الباب، ورقة مكتوب عليها 100 ذهبة من فاعل خير. شو هالحكي؟ معقولة حدا بيتبرع ب100 ذهبة بهالوقت ها؟ بركي شي حدا هيك يعرف بحالتنا وحن قلبه علينا. يا الله. يعني يا أبي رح تجيب لي أكلات طيبة وشروار؟ لك رح جيب لك 10 شراوين واكلات طيبه واللي بدك اياه رح جيبهم يا بي. ياك يا بي. تقبرني. الحمد لله يا رب. فرجينا فرجينا. أم لطفي، أم لطفي، شبك شبك عم تصرخ شبك. مين مد إيده على الكيس؟ الكيس ناقص. مين بده يمد إيده يعني؟ ما في بالبيت غير أنا وابنك لطفي. لك مكتوب إنه في 100 ذهبة عديتهم طلعوا 99. لك وين راحت؟ وين راحت الذهبة؟ ولا لطفي؟ ولك لطفي؟ أي يا أبي
انت مديت ايدك على الكيس واخذت ذهبي ولا شو عملت فيها؟ ولك شو شو اشتريت بالذهبي ولا؟ هلا مشان ذهبي عم تضرب ابنك انت بحياتك ما عليت صوتك عليه ذهبي؟ هلا ما عاد تعجبك الذهبي يا بنتي الاكابر؟ اسمعوا لكم اكل وشرب ما عاد في بهالبيت لحتى تنتهي الذهبي. يا خساره يا ابو لطفي، هلا هي المصاري هيك غيرتها؟ يا حرام عليك، صرت تصرخ علينا وتتهمنا وتعايرني فقر اهلي كمان على اساس يعني انت ابن شهبندر الدجال ومعك مال قانون. يا حيف، بس يا حيف لك الله يلعن ابو المصاري والذهب قدام راحه البال والقناعه. ما بعرف هذا الحكي كله، انا ما بعرفه. هلا بدكم تجيبوا الذهبه، هلا بدكم تجيبوا الذهبه. استغفر الله العظيم، هذا ابوك جن. ذهبي يا زعيم، مستقل الذهبي ليل نهار عم ندور عليها. ما وين بدها تروح يا زعيم؟ رح اجن. لك لا تجن ولا على بالها. هدي ابو لطفي شبنا، هدي ليطق لك عرق. كلها شقفة ذهبي، قالبت لك كيانا مخليك بهالحاله هي. شفت يا ابو لطفي انه صاحب المال تعبان؟ شفت يلي بيكون عنده أرزاق وأطيان وشغل بيكون راكبه الهم لفوق راسه؟ مظبوط، والله عم تحكي مظبوط يا زعيم. مع أنه الشمس عم تضوي على العباد وعم تنشر دفاها على البشر، والبشر والناس بعز دين نهار عم يشتغلوا ومو ناقصهم شيء، والعيال كمان بعافية وصحة. شقفة ذهبي بس قلبت كيانك وخلتك تجن وتقاي ما تلاقي، مع انه الصرة كان فيها 99 ذهبة. شو عرفك زعيم؟ شو عرفني؟ انا اللي حطيت لك الصرة الذهب وفيها 99 ذهبة ناقصين ذهبة، لحتى اشوف مدى قناعتك ورضاك بهالدنيا هي. لقيت انه العلة مو بالتقسيمات الإلهية ولا بالحظ، العلة فينا نحن. تركت نعيم 99 ذهبة وصرت تدور على الذهبة الضايعة. مثلي تمام تركت نعيم الدنيا ومصاري الدنيا وأموال الدنيا وصرت تدور على اللي ناقصني. لذلك وتشوفك فرحان اجي لجن. ليش هذا فرحان مع انه طفران اندبوري عايف التنكه تبعه يلي طلع معي؟ قال له كلياتنا مثل بعض، نشبه بعض، نفس طماعه واماره بالسوق هي اللي عم تقود حياتنا كلياتنا.